صحيح كابتن بلال، هارد لك زي ما بيقولوا، يعني كانت في ايدينا ولكن في خلال ثلث ساعه او 25 دقيقه تغير الموقف تماما. طبعا هارد لك للنادي الاهلي، انت بتؤدي بشكل كويس لكن مش عارف تكسب، لا الماتش ده ولا الماتش اللي فات. لو قيمت ادائك لحد كره شريف بالظبط، كره شريف تقريبا تحديدا، هتقول ان انت الجدير انك تكسب الماتش، الحق انك تكسب مباراه النهارده، الحق انك تاخد البرونزيه الثالثه على التوالي. كابتن عادل يعني اتكلم يعني واستفاض في بعض الحاجات النفسيه وبعض الحاجات التنظيميه، لكن انا عايز اقول نقطه واحده بس. الحقيقه احنا يعني الاهلي من وجهه نظري الشخصيه فريق يكاد يكون مكتمل العناصر، بس احنا محتاجين قائد في الملعب، محتاجين كابتن تيم. كابتن تيم مش لازم يكون حامل شارة في الملعب نفسه. ايوه احنا اوقات بنروح مع الماتش بنسخن بشكل كبير، واوقات كلنا بنهدى. بس في حاجه بقى برضو عايز اقولها لك، ما انا عايز اقول لك في الجزء دوت، يعني هو طبعا احيانا زي ما انت بتقول كده الكلام ده بيحصل، ولكن في حد ممكن يفرملك. يعني برضو المدير الفني، لا انا بتكلم من جوه الملعب يا كابتن. انت بتتكلم على قائد جوه الملعب. لا انا بتكلم على جوه الملعب مش بتكلم على المدير الفني. ايوه ما طبيعي المدير الفني يعني هيدي تعليمات مظبوط. ايوه انا بتكلم على جوه الملعب نفسه، انا بتكلم كمان على الحاله النفسيه مش بس الحاله الفنيه للعيبه، يعني أيوة. بتكلم امتى يا جماعه تشد، امتى اروح للحكم، امتى اهدى، امتى ازعق، امتى اتخانق، امتى اهدي اللعيبه، امتى يعني انا بشوف ان في جمعيه في الاداء، لكن النقطه دي مهمه جدا جدا في الماتش، بتاثر مهمه بشكل كبير جدا. الشناوي، بس الشناوي بعيد بعيد عن الملعب، بعيد عن الاحداث، فاهم قصدي؟ احنا محتاجين حد في نص ملعب، حد مهاجم، حد يعني يتكلم مع اللعيبه، يعني على طول دايما يعني المدير الفني داخل الملعب. مزبوط. يعني زمان كانوا الكباتن يقولنا ايه، فلان الفلاني كابتن الفرقه، تمام كلامه مسموع، قائد الفرقه صح، لانه خلي بالك بياخد تعليماته من بره الملعب، وهو كمان اكثر خبره، لعب اكثر مباريات، ممكن ما يكونش اكبر سنا لكن اكثر خبره. هي. لعب ماتشات كتيره جدا، فعارف وحاسس وتعلم من اللي قبليه. خد بالك ما انت كباتن الفرقه بتبقى عباره عن ايه، انا اتعلمت الكابتن عادل، الكابتن عادل اتعلم الكابتن علامه، هو الكابتن عادل اتعلم كابتن، وهكذا. هي بتتوارث. حسام غالي اخر واحد كان بيعملها كويس، بيزعق وخد بالك ما بيغلطش في اللعيب. لكن انت بتبقى محتاج ساعات حد يشدك، حد يقول لك يلا، حد يسخن معاك، حد يقول لك اهدى اهدى بالريتم شويه. محتاجين الكلام ده في الوقت القادم باذن الله. لكن انا شايف فنيا الاهلي جيد جدا، الاهلي كويس. يعني انا بقول لك انت بتتكلم لحد ما الشريف ضيع الكوره الانفراد، انا بس دي التيرنينج بوينت يعني من وجهه نظر الشخصيه في الجيم. كوره 3-1 بقيت 2-2 خلاص، من 3-1 خد بالك وباقي كام دقيقه وانت في الدقيقه 75 تقريبا ل 2-2 وانت برضه في الدقيقه 75 مطرود منك لعيب. مظبوط. النصيحه اللي بديها بس محمد شريف وكل المهاجمين، في اوقات اي راس حربه في العالم معرض انه يضيع، اي راس حربه في العالم، اي لعيب في الدنيا مضيع ويضيع انفراد عادي جدا على فكره، يعني بتحصل مع كل الفرق طبعا، حصل معايا لكن مش بالطريقه دي. يعني انا يعني ما قدراتك وامكانياتك يا شريف عشان تلعب الكره بشمالك ليه؟ انا هاخد انت هو اشول، انا مش عارف والله لو اشول هو بيلعب برجله الاثنين، بيلعب برجله الاثنين يمين وشمال. بس في يعني حاجه، بص يا كابتن يعني شوف، كلنا ضيعنا انفرادات، ما حدش في الدنيا ما ضيعش انفراد كلنا، لكن انت قصدك التعامل مع الفرصه، التعامل مع الفرصه نفسها كان فيها غرابه. توقيت صعب جدا، توقيت مهم جدا، يعني كوره سهله جدا، انفراد كامل جدا مواجه للمرمى، عندك كل الاسباب الاسباب اللي انت تقدر من خلالها انك تسعى انك تسجل هدف، مش انك تسجل هدف، انك تسعى انك تسجل هدف. أيوة. انا الكره جات لي خلاص، انا الافضل بالنسبه لي رجلي اليمين اللي انا بلعب بيها دي، اللي انا يعني اللي ربنا خلقني بيها، اعدل وابتدي افكر، حط يعني عندك 3 4 10 ثواني تفكر، والجول بره الجول، اعملها تشيب باس، تاخدها وتحطها تركنها باليمينك. لكن كون ان انت تتعامل برجلك الشمال، يعني زمان يا كابتن كنا اتكلمنا في الاستوديو هنا واشرنا ان في فرق ما بين سوء التوفيق وسوء التعامل مع الهجمات. دي سوء تعامل مع الهجمه مش سوء توفيق، يعني سوء تعامل مع الهجمه.
انا ممكن ابقى يعني مثلا بيرستاو سوء توفيق خلاص كره اتلعبت بالعرض شطح عاليه طلعت من فوق الجول. مجدي قفشه كره اتلعبت نطت حطها طلعت من فوق العارضه ده اسمه سوء توفيق. لكن في اوقات لا انا عندي سوء تعامل مع الهجمه كده. يعني لازم يبقى عندي حسن تعامل شويه لازم ابقى عارف انا امتى التوقيت بتاعي يسمح ولا لا لازم اتقل على الكره بشكل كبير جدا جدا وانا عندي انفراد في التوقيت ده تمام توقيت مهم وصعب جدا 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 مطرود مني لعيب مطرود مني لعيب يعني ايه يعني ال- 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 الربع فرصه ذهب بالنسبه لي انا ما بقولش يعني ما بقولش ما تضيعش لا عادي اي فرود في الدنيا هيضيع ما فيش واحد بيجيله فرص خمس فرص يجيب لي خمس فرص تجوان استحاله لكن انا بتكلم على التعامل مع الفرصه نفسها انا خد بالك مش بقصو صحيح. على فكره مش بقصو على شريف لكن لازم يتعلم ده درس مهم جدا 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 تلعب قدام ريال مدريد المره اللي فاتت سوء تعامل مع الفرص اللي جات لك كلها سوء تعامل مع الفرص اللي جات لك كلها بتلعب النهارده مباراه على البرونزيه سوء تعامل مع الفرصه لا هنا لازم يبقى في وقفه من المدير الفني ومن شريف نفسه لازم اتعامل بشكل جيد مع كل الفرص اللي تتاح انت راس حربه النادي الاهلي كواليتي اعلى كواليتي في مصر وهو شريف عنده الامكانيات وعنده القدره لعيب سريع لعيب موهوب بيلعب برجليه الاثنين لعيب كويس بيتحرك كويس في ال18 لكن كل ده في الاخر احنا بنترجمه لما الفرصه تيجي صح. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده من سرعه ومهاره وبتلعب برجليك الاثنين وبتحرك كويس في ال18 كل ده كابتن ايمن احنا بنترجمه صح. علشان لما تجيلك فرصه بتستغل الامكانيات والمهارات اللي موجوده عندك دي عشان تسجل هدف في الاخر تمام ممكن تحطها تيجي في العرض وتطلع بره بطلك عادي تحصل لكن وانا بحط الكوره ببقى عارف انا عارف عندي احساس يعني الفرود بالذات عنده سنس اكتر لعيب في الملعب عنده سنس صح انا فين واقف فين ممكن وانا مغمض ممكن وانا باصص في الارض عارف الجول فين وهيتحرك ازاي وهيعمل ايه وعارف انا احطها فين وانا مش شايف الجول كمان ليه لان عندي احساس بالمكان احساس المكان ده مهم جدا جدا احساس التوقيت مهم جدا 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 انت النهارده فرصه بتديك برونزيه اللي بتخرجك من وخلاص وراحت عليك البرونزيه الثالثه على التوالي بالنسبه للنادي الاهلي ده بالنسبه للفرص بتاعت صحيح. النادي الاهلي يعني احنا مش يعني احنا تحليلنا بعد الماتش يعني زي ما اتفقنا كابتن ايمن احنا المباراه مقسمه لجزئين مهمين جدا جزء ادارته بشكل جيد جدا جدا تمام وباسلوب جيد وجزء تاني تعاملت معاه تمام يعني كان ممكن يبقى فيه حرص اكبر من كده شويه انا كمدير فني كمان مستر كولر عمل ماتش كويس اشتغل بشكل كويس بعد 2-1 كانت المباراه ممكن تتحول لمباراه ثانيه خالص صح. تتحول لمباراه تكتيكيه خالص بحت انا النهارده المباراه هحولها من مباراه فيها فنيات ومهارات عاليه بعد ما سجلت الهدف الثاني لمباراه تكتيكيه تمام كامله الاركان العب بثلاثه ميد فيلدرز اظبط وقفه لعبتي عندي مساحات هتتفتح في خطوط دفاع بالميراس اللي هم أسوأ لعيبه النهارده في ملعب هو خط دفاع بالميراس فلامينجو اسف بالكامل مع حارس المرمى سيئين للغايه كان ممكن العب جيم في منتهى الذكاء بعد ما سجلت الهدف الثاني جيم مقفول بثلاثه ميد فيلدرز تمام والعب على الكاونتر اتاك وهيبقى عندي فرصه ذهبيه جدا 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 ان انا اسجل اهداف ثانيه وثالثه ورابعه من غير ما يطرد مني لعيب من غير ما الفرقه تهاجم عليا هم استغلوا الطرد الحقيقه بشكل جيد جدا 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 الحقيقه وكان عندنا سوء توفيق كمان يعني الهدف الثاني يعني خطا واضح من عندنا خطا واضح جدا من محمد الشناوي ده الهدف الثاني بعد كده الجيم خلاص انت حسيت ان انت خرجت من الجيم وده درس على فكره للاعبتنا يا جماعه مش معنى ان انت النهارده طرد منك لعيب يعني معنى ان انت تخسر المباراه الفرقه الكبيره ما تخسرش مباريات حتى لو طرد منها اللعيب بتقف على رجلها زي ما حصل معاك وكنت هتسجل الهدف الثالث وكنت هتخرج بطل الابطال يعني الاهلي النهارده لو سجل الهدف الثالث بتاع محمد شريف كان الاهلي النهارده خرج بطل الابطال وعمل مباراه خياليه خيالي كان كل العالم هيتكلم عليها النهارده كل العالم هيتكلم عليها النهارده لانك انت بعد ماتش ريال مدريد والاداء اللي اديته في ال 70 دقيقه وال 75 دقيقه واحرازك لهدف ثالث انت رحت في حته ثانيه خالص مختلفه تماما احنا زعلان مش عشان خسرت البطوله انا زعلان عشان انت ما كنتش تستحق الخروج بالشكل ده ما كنتش تستحق انك تخسر اربعه الاهلي كان افضل بكتير جدا صح. لان الاهلي اثبت انه عنده شخصيه مع الكبار انا يعني ما فيش لوم ياخد بالك انا عارف ان جمهور الاهلي زعلان وحزين ومتضايق متضايق على البرونزيه على فكره طبعا. مش متضايق علشان حاجه ثانيه كلنا متضايقين على البرونزيه طبعا. انت تستحقها عارف يا كابتن ايمن انت ساعات تتضايق
لما تكون تستحق حاجة واشتغلت عليها بس مش معرفتش تاخدها. مظبوط. سوء التوفيق وسوء الحظ وسوء التعامل خلاك ما تقدرش توصل للهدف اللي انت كنت بتسعى عليه، لان احنا كلنا كنا عندنا ثقه في نادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي. وخد بالك وهم كانوا جادرين بالثقه النهارده في المباراه كمان، اثناء احنا دخلنا الجيم متاخر تمام، بس قدرنا ندخل وقدرنا نحقق يعني نجيب فرص. السيناريو ده غير تماما اخر 25 دقيقه او اخر 23 دقيقه تمام، من الدقيقه 72 هو تحديدا بالظبط، من الدقيقه 70 او 71 لحد الدقيقه 72 تغير السيناريو بالكامل كامل. كان صحيح. كان ماشي لصالح فريق النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا. لاعبتنا عندنا خلاص بطوله الدوري العام، عندنا بطوله افريقيا، بطوله مهمه جدا 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 جدا، هي اللي وصلتنا للمكانه الكبيره اللي احنا موجودين فيها في الوقت الحالي. افضل فريق في افريقيا، انا بشوف النادي بلا منازع الاهلي هو افضل فريق في افريقيا بلا منازع، اللي عنده شخصيه الابطال. يعني لما تيجي تتكلم على النادي الاهلي حتى لو الكواليتي اللي عندك قليله كبيره ضعيفه، انت رحت ثلاث بطولات متتاليه كاس العالم، انت بتتكلم في نفس الشخصيه، شخصيه الابطال، شخصيه النادي الاهلي بتفرض مكانتها في كل مكان وفي كل وقت، لان انت بتشتغل على اسم النادي الاهلي. اسم النادي الاهلي كبير جدا جدا يا كابتن ايمن، النهارده كان يستحق النادي الاهلي ان هو يكون موجود في التتويج، كان يستحقه وبشكل كبير جدا جدا جدا. ولكن هي دي كره القدم، السيناريوهات مختلفه، وزي ما احنا يعني متفقين اللي يضيع بيستقبل، ضيعت فرصه محققه 100% هتستقبل بعديها، اتاكد مليار في المية هتستقبل. وللاسف برضه احنا استقبلنا بهدف عكسي للاسف. صح. مش امكانيات ولا قدرات ولا مهاره من فرقه فلامينجو، مش قدرات ولا امكانيات من عندهم. صح. كره عرضيه اتلعبت داخل الشناوي مع هاني مع 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 ياسر. مع ياسر. تمام، وقعت الكره حطها جول. يعني حتى سيناريو الهدف الثاني بيقول لك النهارده الدي اوف بتاعك، النهارده مش يومك، النهارده مش يوم النادي الاهلي، واضح من سيناريو الجيم كده ان مش يوم النادي الاهلي. بيرسي تاو بيضيع واحده بيحطها الناحيه الثانيه، شريف بتروح لوحده. المباراه واخدانا في حته ان انت مش هتتوج، لان انت لو هتتوج وكان عندك حظ كنت سجلت الهدف بتاع محمد مجدي قفشه في ريال مدريد، وكانت النتيجه راحت في حته ثانيه مختلفه. بقول هارد لك نادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي ما يزعلش تمام. اكبر في اكبر فترات المباريات كلها كان الاهلي الافضل حتى مع ريال مدريد، النهارده الاهلي كان افضل في معظم فترات اللقاء. سيناريوهات مختلفه في كره القدم، وطب حصل السيناريوهات دي حصلت مع النادي الاهلي قبل كده. كابتن علي كنا موجودين في فاينل مع النجم الساحلي، مع النجم الساحلي كابتن علي كارت احمر، المباراه تمام راحت في حته ثانيه خالص. فبتحصل في كره القدم، ولكن انا شايف ان الاهلي بامكانياته وقدراته هو افضل فريق في افريقيا. احنا خلاص هنطول الصفحه اللي احنا بطوله كاس العالم للانديه، عندنا بطوله افريقيا، بطوله مهمه جدا جدا جدا. صحيح. جدا يا كابتن ايمن، يعني دي اللي هتوصلنا ان شاء الله تاني ان احنا نسعى ان احنا نتوج باذن الله تعالى ان شاء الله. احنا ما شفناش لسه، ما عرفناش اللعيبه الفرقه الثانيه عملت ايه النهارده. اعتقد كانت في مباراه النهارده الهلال وسان داونز بيلعبوا مع بعض. مين يا كابتن؟ سان داونز 1-0 في سان داونز. دي البدايه. بالزبط. انت افضل من سان داونز وانت اكثر خبره من الهلال. هي. فتقدر ان شاء الله باذن الله انك تصعد باذن الله، تقدر انك تاخد البطوله باذن الله تعالى. مش عايز لاعبتنا في الاخر ان هم يحبطوا تمام، خلاص بطوله انتهت وعدت بكل مساوئها، بكل اللي حصل فيها، بكل اللي انت حققته حتى من نجاحات، ولكن لازم تستفيد من اللي حصل. ايوه، وده الطبيعي. يعني ده الطبيعي، الاهلي دايما كده، ده الطبيعي اللي حصل. خد بالك الفرق يا كابتن مختلف، السر في اخلاقه. لا لا لا، انت عارف يا كابتن كله يا بلاد، كل حاجه مظبوط. انت خد بالك شايف المنظومه كلها، انت لازم كله اللي حصل النهارده، الاخطاء اللي حصلت دي كلها، كله لازم يستفاد منها. مظبوط، ده الطبيعي.